بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح المحاضرة الثالثة والأخيرة، تمارين على ما سبق، وأنا هكتفي بالموضوعين الأول والثاني. ننتقل للتمرين الأول. في عندي مثال 11 صفحة 48، ده بيتكلم عن قائمة تكاليف المحصول. قائمة تكاليف المحصول دي بتتكون من الثلاث أنواع من التكاليف، اللي هي التكاليف الإنتاجية والتسويقية والإدارية. هنا أول حاجة بيقول لي في ما يلي بيانات عن تكاليف محصول القطن عن الفترة 1/2005 حتى 31/10/2005 لمزرعة فريدة. أول حاجة مديني عنصر الأجور، 224,000 أجور عمال دائمين، 37,000 أجور عمال مؤقتين، 15 أجور عمال تشغيل آلي، أجور ملحظين ومشرفين، أجور عمال تعبئة، وأجور إدارية. طبعا لما ابتدي في عنصر الأجور لازم برضو في ذهني زي ما أنا اتعلمت إن أنا أقسم كل بند، هل هو خاص بالإنتاج ولا بالتسويق ولا بالإدارة. أما بالنسبة للتكاليف الإنتاجية فأنا كنت طبعا قايلة لحضراتكم إن أنا بقسمها لتكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. طبعا عمال الدائمين دول بيبقى الأجور بتاعتهم أجور إيه؟ أجور مباشرة. أجور عمال مؤقتين مباشرة، تشغيل آلي مباشرة، ملاحظين ومشرفين دي أجور غير مباشرة. ثانيا عنصر المواد، دي 12,000 جنيه تقاوي وبذور، دي مواد إنتاجية مباشرة. 8,000 أسمدة، برضو مواد إنتاجية مباشرة. 6,000 مبيدات حشرية، برضو مواد إنتاجية مباشرة. وقود وزيوت، طبعا دي بتستخدم لجميع المحاصيل فدي تعتبر غير مباشرة، مواد إنتاجية غير مباشرة. 3,000 قطع غيار للآلات والماكينات، برضو دي إنتاجية غير مباشرة. شكائر تعبئة، دي تكاليف تسويقية، وكل التكاليف التسويقية والإدارية كلها غير مباشرة. عندي مواد تعبئة وتغليف، برضو دي مواد خاصة بالتكاليف التسويقية، برضو غير مباشرة. المواد الإدارية مدلة بشكل صريح. عنصر المصروفات الزراعية، مديني التكاليف خاصة بمصاريف الحصاد، وفي عندي مصاريف جني المحصول، وتكاليف الإيجار وتأمين الجرارات وإهلاك الأصول ومصروفات الأخرى، ومديني المصروفات التسويقية لوحدها والإدارية لوحدها. يعني مقسمها لي، مديني المصروفات الخاصة بالإنتاج، ومصروفات خاصة بالتسويق، ومصروفات خاصة بالإيه؟ بالإدارة، وطالب مني إن أنا إعداد قائمة التكاليف للمحصول. تعالوا نشوف القايمة بيتم إعدادها إزاي. طبعا باجي أعمل القايمة، بيبقى في القايمة بيبقى البيان جزئي كلي، واحنا اتفقنا إن الجزئي أنا بحط فيه التفاصيل والكلي ده بحط فيه الإيه؟ الإجمالي. في عندي تكاليف الإنتاج الزراعي، طبعا احنا كنا قسمنا لمباشر وغير مباشر، سواء كان من مواد أو أجور أو مصروفات. طبعا أجور العمال الدائمين والمؤقتين والتشغيل الآلي كان مديونها لي 24,000، 37,000، 15,000، التوتال بتاعها 76. عندي مواد مباشرة تقاوي وبذور وأسمدة ومبيدات حشرية، كانت موضحة لي في التمرين لما كنا قسمناها المباشر والغير إيه مباشر. مديني 12,000، 8,000، 6، التوتال بتاعهم 26,000. بعد كده في عندي ان هي المصروفات المباشرة من مصاريف حصاد وجني المحصول 6,500، 2,500، مجموعهم 9,000. اجمع 76 زائد 26 زائد 9 هتديني 111,000. دي اجمالي التكاليف الزراعية المباشرة. لسه فاضل عندي التكاليف التسويقية، وفي عندي التكاليف الايه؟ الادارية، برضو من مواد واجور ومصروفات. تعالوا نشوف نكمل. بعد كده في عندي اللي هي التكاليف الزراعية الغير ايه مباشر. ان عندي التكاليف الزراعية قلت قسمت مباشر وغير مباشر. في عندي اجور الملاحظين، وقود، قطع غيار، ايجارات، تأمين على الجرارات، اهلاكات، مصروفات. طبعا هو كان مديها لي بصورة صريحة ان التكاليف او المصروفات الخاصة بالايه
بالمصروفات اللي هي خاصة بالزراعة كنت حطيتها، أما بالنسبة للأجور والوقود كنت أنا قسمتها من إيه؟ من البيانات اللي موجودة في المواد والأجور. أجمعهم تديني 73، أخد 111 اللي هي التكاليف الزراعية المباشرة زائد التكاليف الزراعية الغير مباشرة، تديني إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة 134,000. ثانيا بحط التكاليف التسويقية من مواد وأجور ومصروفات، مجموعهم 15,800. طب انا هو كان مديني الاجور في بند الاجور وانا كنت بقسمهم، وكان مديني المواد برضو في بند المواد وكنت بقسمهم، اما بالنسبه للتكاليف التسويقيه فهو كان مديها لي بطريقه صراحه، بيقول لي ان دي المصروفات او التكاليف اللي هي خاصه بالايه، بالتسويق. اجمع تكلفة الإنتاج من اللي هي المباشر والغير مباشر مع التكاليف التسويقية بتديني تكلفة الإيه؟ المبيعات. يبقى اسم فينا معادلة ممكن إن أنا أحطها لنفسي كده، إن أنا في عندي إجمالي تكاليف الإنتاج زائد التكاليف التسويقية بتديني تكلفة الإيه؟ المبيعات. يبقى كده فاضل عندي اللي هي التكاليف الإيه؟ الإدارية. التكاليف الإدارية برضو من مواد وأجور وإيه؟ ومصروفات، بجمعهم بيديني 11,300، أجمعهم على 149,800 تديني إجمالي التكاليف الخاصة بالمحصول ككل من تكاليف زراعية وتكاليف تسويقية وتكاليف إيه؟ إدارية. برضو هنا نطلع من القايمة إن أنا في عندي لما بجمع التكاليف الزراعية المباشرة والتكاليف الزراعية الغير مباشرة بتديني إجمالي تكلفة الإنتاج الزراعي خلال الفترة ككل، باخد إجمالي التكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة أجمع عليها التكاليف التسويقية بتديني تكلفة الإيه؟ المبيعات. أجمع تكلفة المبيعات على إجمالي التكاليف الإدارية بتديني إجمالي تكاليف المحصول ككل. ناخد برضو مثال تاني ازاي ان انا اعد قايمة التكاليف، وهنا بنتدرب اكتر ان احنا عندنا محصولين، محصول الذرة ومحصول الايه، الشعير. ده تمرين تتدربوا عليه، تمرين كويس جدا. بيعلمني ازاي ان انا احط الارقام بتاعتي بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت مش محطوط بطريقة صريحة ايه هي المواد وايه هي الاجور، على اساس ان حضرتك تقدر ان انت تطلع البنود بتاعتك. بيقول لي تمثلت عناصر التكاليف الزراعية، انا اسفة، استخرجت بيانات التكاليف التالية من دفاتر مزرعة محمد بمدينة الخمايل لمحصولها الذرة والشعير عن الفترة من اول يناير 2019 حتى اخر ديسمبر 2019. اولا مديني البيانات اللي متعلقة بمحصول الذرة، مديني البيانات بتاعته، ومديني البيانات الخاصة بمحصول الشعير، وبعد كده مديني التكاليف الإدارية والتمويلية طبعا للمشروع ايه ككل، يبقى خاص بالايه، بالاتنين. بيقول لي تمثلت عناصر التكاليف الزراعية الغير مباشرة 12,000 وقود وزيوت ومواد صيانة للآلات الحصاد، و5,000 تأمين على الجرارات، و13,000 إهلاك الآلات والماكينات الزراعية، وبلغ إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة 100,000 جنيه. طبعا هنا مديني إجمالي تكاليف الزراعي 100,000 جنيه، يعني معنى كده إن هو مديني التوتال 100,000، ده خاص بالتكاليف المباشرة زائد التكاليف الغير مباشرة. تاني كلمة إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة، يعني هو مديني جامع التكاليف الزراعية المباشرة زائد التكاليف الزراعية الغير مباشرة 100,000 جنيه. بلغت نسبة تكلفة المبيعات 150% من إجمالي التكاليف الزراعية، يعني بعد كده أخد إجمالي التكاليف الزراعية اللي هي 100,000 أضربها في 150 على 100 تديني تكلفة الإيه؟ المبيعات. وتكلفة المبيعات ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكاليف الانتاج الزراعي زائد التكاليف التسويقية. تاني تكلفة المبيعات عبارة عن تكاليف الانتاج الزراعي زائد التكاليف التسويقية، يعني انا عندي تكلفة المبيعات هتبقى 150,000 جنيه، وانا عندي تكلفة الانتاج الزراعي 100,000، يبقى اذا التكاليف التسويقية
الزراعية خاصة اللي هو خاصة بمحصول الذرة ب50,000 جنيه، الفرق ما بين 100,000 و150. بلغ إجمالي تكاليف المحصول خلال الفترة 240,000 جنيه، وكلمة إجمالي تكاليف المحصول خلال الفترة يعني جامع التكاليف الإنتاج الزراعي زائد التكاليف التسويقية زائد التكاليف الإدارية ادتني 240. طب أنا عندي أصلا تكاليف الإنتاج 100,000، وعندي التكاليف التكلفة التسويقية 50,000، يبقى الفرق ما بين 150 وال240 دي اللي هي التكاليف الإيه؟ الإدارية. تعالوا نشوف كده إزاي نحط الأرقام بتاعتي بالنسبة لمحصول الذرة. برضو ناخد البيانات بتاعتنا برضو اللي هي خاصة بمحصول الشعير، مديني إجمالي التكاليف الزراعية المباشرة المباشرة وليس إجمالي الإنتاج الزراعي، يعني لسه في عند الغير مباشر. بلغت تكلفة المبيعات 150,000 جنيه، وهي تمثل 125% من إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي. جميل، 150 دي بتمثل 125% من إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي. طب أنا لو أنا عايزة أجيب إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي اللي هي مباشر زائد الغير مباشر، اللي باخد 150 أضربها في مقلوب النسبة، مقلوب النسبة يعني 100 على 125 عشان تديني إجمالي التكاليف الإيه؟ الزراعية. يعني 150,000 أضربها في 100 على 125 تديني 120,000. طيب إجمالي التكاليف الإنتاج الزراعي 120,000، وأنا عندي التكاليف التسويقية سوري التكاليف الزراعية المباشرة 80,000. يعني معنى كده إن التكاليف الزراعية غير مباشرة هتكون بتساوي 40,000 جنيه، ومديني تمثلات عناصر التكاليف الإدارية والتمويلية 20,000، 5,000، 18,000، 7,000، ومطالب مني إعداد قائمة تكاليف المحصول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. طبعا احنا في التمرين شفنا كان مديني اجمالي التكاليف الزراعية الغير مباشرة، وكان مديني اجمالي التكاليف الزراعية الانتاج الزراعي خلال الفترة كان مديني 100,000، فطرحت انا 100,000 من 30 اللي هو اجمالي التكاليف الزراعية غير مباشرة، ادتني التكاليف الزراعية المباشرة 70,000. طبعا هو كان مديني التكاليف الزراعية غير مباشرة وقود وتأمين وإهلاكات 112 و5 و13,000، مجموعهم 30,000. هو كان مديني إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة 100,000 جنيه، فمية ناقص 30 تديني 70,000 اللي هي إجمالي التكاليف الزراعية اللي هي باللون الأحمر دي اللي هي 70,000، دي ما كانتش موجودة. طبعا احنا عارفين ان اجمالي تكاليف الانتاج الزراعي خلال الفترة دي بتشمل المباشر زائد الغير مباشر. جيت بعد كده بالنسبة للتكاليف التسويقية، طبعا هو مش مديني التكاليف التسويقية بس مديني معلومة عن تكلفة المبيعات، قايل ان هي 150% من اجمالي تكاليف الانتاج الزراعي، فاخدت 150,000، 150% ضربتها في 100,000 ادتني 150. طيب انا عندي اجمالي التكاليف 100,000 وتكلفة المبيعات 150، مش ممكن اجيب التكلفة التسويقية اطرح الاتنين من بعض تديني 50,000 اللي هي باللون الاحمر. جيت بعد كده اللي هي التكاليف الادارية اللي هي متمثلة بقى في اجور المحاسبين والادوات والكتابية والكلام ده كله. هو كان مديني معلومة في التمرين ان اجمالي تكاليف المحصول 240,000، واجمالي تكاليف المحصول يعني بتشمل اجمالي تكاليف الانتاج الزراعي والتكاليف التسويقية بلس التكاليف الإيه؟ الإدارية، أو ممكن نقول إن تكلفة المبيعات زائد التكاليف الإدارية بتديني إجمالي تكاليف المحصول. فأنا عندي تكاليف الإجمالي تكاليف المحصول 240، وأنا عندي تكلفة المبيعات 150، أطرح الاتنين من بعض تديني إن التكاليف الإدارية والتمويلية 90,000 جنيه اللي هي خاصة بمحصول الإيه؟ الذرة. جه بعد كده بالنسبة لمحصول الشعير، هو مديني إجمالي التكاليف الزراعية المباشرة 80,000، مفيش مش مديني بقى تفاصيل إجمالي التكاليف الزراعية الغير مباشرة، ومش مديني إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي. تمام، بس هو مديني هنا بقى إيه؟ مديني تكلفة المبيعات، مديني تكلفة الإيه؟
المبيعات ومديني التكاليف الايه؟ الإدارية، ومديني إجمالي تكاليف المحصول. أمشيها بقى طبعا، أمشيها من تحت لفوق. طبعا هنا عندي 200,000 دي بتشمل حاجتين، اللي هي تكلفة المبيعات زائد التكاليف الإيه؟ الإدارية. قال لي جميل، قال لي هنا كان مديني التكاليف التسويقية، كان قايل لي سوري، إجمالي تكاليف الإنتاج كانت تكلفة المبيعات كانت بتمثل 125% من تكلفة الإنتاج الزراعي، فعشان أجيبها قلت أضرب في مقلوب النسبة. مقلوب النسبة ديت اللي هي 150 في 100 على 125 تديني 120,000 جنيه. طيب ال 120 هو مديني أصلا التكاليف الزراعية المباشرة 80، يبقى الفرق ما بينهم 40,000 دي اللي هي التكاليف الزراعية الغير إيه؟ مباشرة. طيب عشان أجيب بقى التكاليف الإيه؟ التسويقية، ما التكاليف التسويقية هي الفرق ما بين إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي وتكلفة الإيه؟ المبيعات. فعندي 150,000 ناقص 130 تديني تكلفة تسويقية 30,000. تكاليف الإدارية هو كان مديها لي والإجمالي مديهولي. يبقى إذا هنا في نقطة مهمة قوي لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس جدا جدا جدا. كان في المحصول الذرة كان قايل إن تكلفة المبيعات بتمثل 150% من تكلفة الإنتاج، فخدت الرقم اللي هو 150 ضربته في 150% عشان تديني خدت 100,000 سوري، اللي هي تكلفة الإنتاج الزراعي 100,000 في 150% اديتني 150. العكس بقى اللي حصل في محصول الذرة، هو بيقول لك إيه؟ إن تكلفة المبيعات بتمثل 125% من إجمالي تكاليف الإنتاج، يعني اديهالك بالعكس. فبدأ المضرب، المفروض إن أنا إيه؟ بقسم أو أضرب في مقلوب النسبة، يعني بدل ما أقسم على 125 لا أنا هضرب في مقلوب النسبة، يعني في 100 على 125. تمام. وطبعا أتمنى لكم ترم سعيد. هو ده كده المنهج، وإن شاء الله بإذن الله يكون ترم موفق. يعني التزموا بالشرح، وفي نفس الوقت هيبقى التمارين كلها تبقى على نفس المستوى. وشكرا.